صلة الرحم ما مثل ما تفضلت ما هو أمر ثانوي في حياتنا أو في حياة الأمة، لا، أمر عظيم جدا، يعني يترتب عليه دخول الجنة ودخول النار. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا يدخل الجنة قاطع رحم، هذه قضية سهلة؟ أبدا، ما يمكن. ثم تأتي في الطرف الآخر وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. إذن القضية ما هي سهلة جدا جدا جدا. ولذلك أنا أقول قبل أن أبدأ في تعريف الأرحام والحقوق، أنا أقول يا أستاذ مصطفى واسمح لي في هذا العرض، أنا سأعطيك الآن مثال وسأطلب حكمك الآن وأطلب من السادة المشاهدين أن ينتبهوا معنا لهذه القضية. يعني هل تتوقع من رجل من أهل الصف الأول ومن أهل الصلوات الخمس ما شاء الله ومن أهل القرآن ومن أهل الصدقة ومن أهل قيام الليل ومن أهل الحج والعمرة، هل تتوقع هذا الرجل بهذه الصفات أن يصبح في لعنة الله وأن يمسي في لعنة الله؟ هل يخطر ببالك هذا الكلام؟ أبدا. أنا أقول لا، هذا الكلام واقعي، أنا أقول لا تستبعد، والمشاهدون لا يستبعدون، هذه قضية خطيرة، موضوع خطير جدا. نعم. يعني قد يكون الإنسان كما قلت لك من أهل الصلوات الخمس والمسجد والصدقات والقرآن والذكر والدعاء وأشياء كثيرة، لكنه يصبح ملعونا ويمسي ملعونا ومسكين على باله أنه ما شاء الله تبارك الله في الأمان. تقول طيب ما الدليل على هذا الكلام؟ هل هو فقط يعني عبارة عن مثاليات؟ قل لا، اسمع الحديث الصحيح. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله من الخلق قامت الرحم، فقال الله سبحانه وتعالى ما لك؟ فقالت يا ربي هذا مقام العائد بك من القطيعة، هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله سبحانه وتعالى أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت رضيت يا رب. قال فذلك لك. ثم قال صلى الله عليه وسلم فاقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. من المتكلم؟ إنه الله. الله أولئك الله. الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذن الدين ليست فقط علاقة بينك وبين الله فقط مباشرة أو مباشرة، ليست علاقة بينك وبين الله في المسجد، لا، الدين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ولذلك هذا على الحديث الصحيح والذي قاله هو ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك يقول زين العابدين علي بن الحسين لابنه يقول يا بني إياك أن تصاحب قاطع رحم فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاثة مواضع. بأخلاقنا نرتقي والقيم بآدابنا وبحسن الشيم لتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم لعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم.